لا بالهندي بالهندي جبارة. خطيرة الصراحة صح؟ لا لازم احتراف <applause> اغني لك نبي فيلم من الاساس هندي تغني خلاص اغني لك شو تبدع؟ شو رايك؟ لا 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 خطيرة والله لو صوتي حلو الحين سو... لقائنا لقائنا <applause> على صوت مين يا حبيبتي؟ <applause> لقائنا وانا اغني صدقيني والله توني قاعدة من كم يوم اقول ليش صوتي مو حلو؟ كل يوم اسال <applause> كل يوم اسال نفسي السؤال ليش صوتي مو حلو؟ اوكي هذا آه مو صوتي انا يعني كنت لبسنج مع ان <applause> استاذ محمد قفاص قال لي لا تقولين <applause> انا قلت عقب ثلاث سنين اوكي آه مو صوتي كان لبسنج لا هو اعطاني تخيل اعطاني الاغنيه قبل بيوم يلا يمان حفظي يعني اللبسنج اللبسنج وكانت الكلمات اذكر دزينها لي على الواتساب انه يعني بالعربي مم. <applause> شلون أنا مكتوبه بالعربي بس هي هندي ويلا سهلت يا اي والله سهل <applause> بس انا هو الا يبي هالاغنيه يعني فسوينا وصدقين ان الناس صدقت ان هذا صوتي اي لان الاحساس آه <applause> اوكي صح انا استغربت الصراحه لا مو صوتي هاي. مو صوتي صوتي للاسف مو حلو ودي يكون صوتي حلو واذا في تمارين تسوي الصوت حلو والله ودي <applause> <applause> كان <applause> نوال تعطيني تمارين حنخسر بعض لا